تفاجأ مستخدمي الانترنت بخطأ إملائي واضح في كتابة كلمة رابر على لوحة إعلانات LED للاحتفال بإطلاق الألبوم الفردي الأول للعضو جي هوب من BTS. ففي 18 يوليو نشر أحد مستخدمي الانترنت منشور بعنوان هذا هو سبب حاجتكم للدراسة مع إضافة صورة للوحة إعلانات LED، حيث تم إعدادها بواسطة نادي محبي جي هوب للاحتفال بإطلاق الألبوم الفردي الأول جاك إن ذا بوكس. أظهرت لوحة الإعلانات جي هوب وهو على خشبة المسرح مع كتابة كلمة رابر على الصورة، ومع ذلك تمت كتابة كلمة رابر بطريقة خاطئة ناقصة حرف البي. وردا على هذا احتج محبي جي هوب مطالبين بحذف الصورة قائلين يبدو الأمر مقصودا للغاية حيث لا يمكن اعتباره خاطئ. وقالت بعض التعليقات الأخرى هل هذا منطقي، يبدو الأمر مقصودا للغاية لإحراج جي هوب. في هذه الأثناء أصدرت مجلة دبليو كوريا صور ما وراء الكواليس في حفل جاك إن ذا بوكس، حيث كشفت المجلة أن جي هوب أقام حفلا لإصدار الألبوم يوم 14 يوليو في الطابق 19 من مقر وكالة HYBE. احتفل جي هوب بإطلاق الألبوم مع باقة من أهم نجوم البوب الكوري، منهم منتجين ومخرجين وراقصين وغيرهم استمعوا إلى الألبوم أولا قبل إطلاقه بالكامل. كذلك هتف الكثير من النجوم إلى جي هوب لإصدار الألبوم، وهذا ما ظهر في صور مجلة دبليو كوريا. في إخبار أخرى، نجحت ناين عضوة تويس في إخراج مشاعر الملاك المظلم الجميل والمثير في صور ديزد. ففي هذه الصورة تألقت ناين باللون الأسود والوردي الأنيق في جو جميل من الثقة والجاذبية. وفي مجموعة أخرى من الصور ارتدت ناين ثوب أبيض لامع مع الأجنحة الجميلة وخلفية سوداء كما لو أنها ملاك في وسط الظلام. في غضون ذلك نجحت ناين في الظهور الفردي الأول لها الشهر الماضي بالألبوم المصغر أم ناين. ومن المفترض أيضا أن تعود في القطوز بالألبوم المصغر 11 لهم بعنوان Between 1 and 2، وذلك سيكون يوم 28 أغسطس القادم، ما يزيد من محبي تويس أكثر فأكثر. في إخبار أخرى، أصبح جي هوب عضو BTS مؤخرا هدف جديد للكارهين بخصوص الشائعات التي لا أساس لها من الصحة مع روزي عضوة بلاك بينك. فقد ظهرت هذه الشائعات مرة أخرى بسبب صور جي هوب الجديدة. فبالعودة إلى يوم 21 يونيو الماضي، انتشرت شائعات المواعدة بين روزي وجي هوب على الإنترنت، حيث أصدر موقع نتبان الكوري مقال يؤكد أن الثنائي كان يتناول العشاء معا في مطعم فرنسي شهير. وبمجرد انتشار هذه الشائعات، قال المعجبين أن روزي وجي هوب جمعتهم مجرد صدفة بحتة. ولكن اشتعلت هذه الشائعات مرة أخرى بسبب صور جي هوب الجديدة. ففي إطار الترويج الفردي، قام جي هوب عضو BTS بالتقاط صور منفردة، وكانت هذه الصور من أجل مجلة دبليو كوريا. وفي الصور بدا جي هوب مذهلا في ملابس العلامة التجارية الفاخرة سان لوران. قالت الشائعات يبدو أن علامة سان لوران تحاول التوفيق بين جي هوب وروزي نظرا لأنها السفيرة العالمية لهذه العلامة التجارية كما حدث مع في وليسا. وبدأت العديد من التساؤلات عن ما إذا كانت روزي لديها أي تدخل بين جي هوب وعلامة سان لوران. تسببت هذه النظرية في ظهور الشائعات مرة أخرى، وبسبب هذا أصبح جي هوب هدف للكثير من التعليقات الكارهة، مثل أعتقد أن روزي تناسب كوك بشكل أفضل. للأسف الشديد كان جي هوب يعيش أفضل لحظات حياته، وبدل من تقديم الدعم له تعرض للكراهية الشديدة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.